معنا ومع حضراتكم النائب احمد مقلغط عضو تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين. سياده النائب، بجدد الترحيب بحضرتك. وكنا بنتكلم عن زوايا هذا المشهد الانتخابي، وفي الحقيقه عايز اتكلم عن فكره المتابعه، متابعه العمليه الانتخابيه من قبل منظمات المجتمع المدني، من قبل وسائل اعلام محليه ودوليه، من قبل سفارات وقنصليات وما شابه. وفكره كمان انه الحمد لله حتى اللحظه لا تجاوزات، وفي ربط ما بين كثافه نسب المشاركه مع لا تجاوزات في العمليه الانتخابيه. هذه المعادله كيف تراها وتقراها؟ خليني اقول لحضرتك، شكل الانتخابي اللي اقرته الهيئه الوطنيه للانتخابات متعدد المراحل في وضع الضمانات. بمفهوم الضمانه الاولى قاضي على كل صندوق، صح. الضمانه الثانيه صندوق شفاف. الضمانه الثالثه ساتر، بيقوم المواطن بالتصويت من خلفه. هنرجع لكل حاجه من الحاجات دي. ضمانه اخرى وهو مراقبه الاعلام ومتابعة الإعلام، صحيح. خلينا الاصطلاح السليم، متابعة الإعلام لكافة مجريات العملية الانتخابية سواء إعلام داخلي أو إعلام محلي، متابعة المجتمع المدني سواء مجتمع مدني داخلي أو مجتمع مدني داخلي أو مجتمع مدني دولي. كل هذه الأشكال هي مجموعات من الضمانات الحمائية، صحيح. اللي بتشجع المواطنين اللي هو ينزل لأنه هو عارف أن صوته محفوظ. النهاردة الشخص بيروح بيقابل قاضي، تمام، وهو عنوان للنزاهة في تلك العملية، بيستقبله وبيكون موجود على الصندوق الانتخابي. الصندوق شفاف أمام الجميع، الساتر علشان يخش المواطن بينه وبين هذا الساتر ليس بينهم سوى ضميره. فيقدر يقول الصوت ويدي صوته للشخص اللي شايفه بكل سلاسة. وبعدين نيجي للمراحل الأخرى، احنا بنقول احنا فاتحين ايدينا للجميع علشان يتابعوا، سواء كانت مجتمع مدني دولي او كان مجتمع مدني محلي، سواء كان اعلام دولي او اعلام محلي، حتى السفارات اللي حابب ينزل ويشوف العملية الانتخابية في مصر يتفضل. ده بيأكد المقولة اللي بدأ بيها رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ان احنا في امرين اكد عليهم، فكره النزاهه والشفافيه والحياد، واننا نقف على مسافه واحده من كل المرشحين. لو ان هذا الامر لا يتم بتلك الاليه ما كانتش مصر حطت الضمانات دي كلها، صحيح. لا بالعكس، ده احنا فتحنا ايدينا للكل، واللي حابب يتابع يتفضل، اللي حابب يشوف العمليه الانتخابيه في كل مرحله يتفضل، لكل مرشح مناديب يتابعوا عمليه الفرز. ده أول مرحلة. المرحلة الأخرى هو إشراف قضائي. بعد الإشراف القضائي، القضاء الإداري في حالة وجود أي مظلمة لأي مرشح من المرشحين من حقه يطعن على الإجراء اللي بيتم في الهيئة الوطنية للانتخابات أمام المحكمة، محكمة القضاء الإداري. يعني أنت عاملة عملية انتخابية منضبطة. هيئة وطنية للانتخابات ليها الاستقلال الفني والمالي والإداري وفقا للقانون ووفقا للدستور، صحيح. لا أحد يتدخل في عملها. هي اللي بتسيطر على العملية الانتخابية، وكافة مؤسسات الدولة تحت إشرافها وتحت إدارتها بتعاونها وفقا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات اللي هي مستقلة فنيا وماليا وإداريا. فأنت حطيتي نمط، تمام، في كل الضمانات اللي بتقول أنك تخرج بعملية انتخابية على أعلى مستوى وتتسم بالنزاهة والشفافية. الخبرات التراكمية اللي خدتها الهيئة الوطنية للانتخابات، بالزبط. أتذكر وفي انتخابات مجلس النواب والشيوخ تمت في مصر أثناء جائحة عالمية اسمها كورونا، التدابير الاحترازية الطبية، شكل التباعد في اللجان، الإجراءات اللي اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات قدمت من خلاله النموذج الذي يحتذى به لكيفية إدارة عملية انتخابية. بل أكتر من كده، كتير من الدول خدت النموذج المصري لإعادة تطبيقه داخل بلادهم في الاستحقاقات الدستورية أثناء الأزمات. صحيح. النهاردة وفي ترسيخ ثقافة انتخاب لدى المصريين في الخارج والتسهيلات والتيسيرات، شفنا هذه الأعداد والحشود الضخمة أمام الكونسوليات المصرية رغم تباعد المسافات. في المشهد المصري تم لأول مرة، وأنا شفت نماذج انتخابية في العديد من الدول،
بنشوف ان في بطاقه انتخابيه بطريق برايل علشان تيسير واتاحه حتى الاشخاص اللي عندهم اعاقه بصريه يقدروا يمارسوا حقهم الوطني في هذا الامر. الهيئه الوطنيه للانتخابات ليها كل التحيه كل التقدير على الاشراف وعلى هذه العمليه الانتخابيه المنضبطه يعني بشكل احترافي غير عادي في الحقيقه. الحقيقه احنا بنقدم نموذج. نموذج فعلا. لا، والنموذج ده بالفعل انا اعلم العديد من الدول خدت النموذج المصري اللي في اداره العمليه الانتخابيه اثناء جائحه طبيه. صحيح. والنهارده الفكره اللي خرجت من مصر بفكره الاتاحه والتيسير لاصحاب الاعاقه البصريه في ان هم يبقى في بطاقات اقتراع بطريق برايل، اعتقد ان في بلاد اخرى هتعتزي بيها. صحيح. الشكل العام شكلا وموضوعا بيؤكد ان احنا ماشيين في المسار السليم في نحو البناء الديمقراطي الحقيقي وصولا للجمهوريه الجديده اللي احنا كلنا بنطمح. طيب خلينا نتوقف عند البناء الديمقراطي اللي انا لها في هذا الامر وقفه مع حضرتك. وفي خبر وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على الانتهاء من المشروعات الجديده في الاطار الزمني المحدد لها وضمان ان تمثل المدن الجديده اضافه حقيقيه للاقتصاد الوطني من خلال تضمينها للمشاريع التنموية الملائمة بما يحافظ على استدامة تلك المدن وعلى قدرتها على الجذب وتوليد الأنشطة الإنتاجية والتجارية، مؤكدا أن التوجه نحو بناء المدن الجديدة يهدف بالإضافة لاستيعاب الكثافة السكانية وحسن توزيعها في أنحاء البلاد إلى تحقيق الاستفادة المثلى من المميزات النسبية لمختلف مناطق الجمهورية بما يمثل قيمة مضافة ومتجددة للاقتصاد المصري. جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ومع عدد من الوزراء والمسؤولين. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة مشروعات المدن الجديدة في مختلف مناطق البلاد والجهود الحكومية الجارية للتطوير في تلك المناطق بما يضمن إبراز البعد التنموي في المدن الجديدة فضلا عن عمليات التحديث الحضري الوطنية ويسهم في استعادة الوجه الحضري لكافة مناطق الجمهورية وبشكل يحافظ على الطابع التراثي والمعماري المصري بأشكاله المختلفة. طيب سيادة النائب، توقفنا عند كلمة الديمقراطية، وكلمة الديمقراطية في الحقيقة لما نيجي نشوف أو نتابع الديمقراطيات الدول الكبرى والمتقدمة بنلاقي إن إحنا كمصريين عملنا الديمقراطية الخاصة بينا، الديمقراطية المصرية. شايف الموضوع ده إزاي؟ خليني أقول لحضرتك، ما فيش كتاب بيقولك كيف تكون ديمقراطي، ومفيش إطار عام يتم القياس عليه أنت يعني في شكل الإدارة العامة. كل بلد من البلدان حتى البلدان المتشابهة لينا في النظم الدستورية ليها بصمتها في الإدارة العامة لدولتها الوطنية. صحيح. يعني إحنا أقرب نموذج لينا هو النموذج الفرنسي في الشكل الدستوري العام، لكن مع ذلك هتكتشفي في اختلافات. هتروحي ألمانيا نظام المستشارية، هتروحي إنجلترا الملكية الدستورية، كل دولة ليها نظامها السياسي. طيب هي الديمقراطيات بتنمو إزاي وبتتبني إزاي؟ هي مجموعة من العوامل والتحديات اللي بتمر بيها كل دولة من الدول وصولا إلى حالة إجماع وطني أن هذا هو النظام السياسي الذي يمثل ديمقراطياتنا. تمام. ده بيحصل في مصر، ده بيحصل في كل دولة من دول العالم اللي كان فيها عملية بناء ديمقراطي حقيقي. لكن القياس على نموذج آخر بشكل كلي لا، ما فيش هذا الأمر. صحيح. لأن ما فيش نظام إدارة عامة في أي دولة من دول العالم مشابه للنظام الآخر 100%. كل دولة ثقافتها، طبيعتها الديموغرافية، طبيعة الحضارة بتاعتها، المكون الاجتماعي بتاعها، هو ده اللي بيخلق الثقافة الحقيقية لتلك الدول، وهو ده اللي بيخلق النسق الإدارة العامة. صحيح. للدول. صحيح. فبالتبعية
في في اطار عام وفي شكل عام للدوله الوطنيه المصريه، يختلف عن الشكل العام في فرنسا، يختلف عن الشكل العام في المانيا بالمناسبه، يختلف عن الشكل العام في انجلترا، والبلدان دي كلها بتختلف عن بعضها البعض حتى في شكل العمليه الانتخابيه كشكل ديمقراطي. تمام.